خلينا نختم بحكايه الخمر. الخمر قلت لك انا نقرا، كل الناس الكل نقرا، الطالب يقول لمش مره تحت على ايه في سوره النحل في القران يقول: ومن ثمار النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قلت انا فقد ربي شنو معناها؟ معناها الثمار النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا، تفسيرك انه معناها تسكروا به وتبيعوا. انا قلت هذه حتى واحد اليوم الى اليوم ما لقيت حتى واحد من مشايخ الدين فسرها شنو هذه، يبعدوا عليها يقول فك عليه هذه فك عليه. توا جاوبوك الناس وجاوبوك علماء وشيوخ. انت تحب معناتها تحب تسكر على روحك وتشرب، امورك حريتك الشخصيه، اما ما توليش تدبر تولي تفتي للعباد. عمري ما نسكر تفتي للعباد مش انه الخمر حلال ولا السكر شرعي ولا كذا، هذه تولي امور اخرى. شنو عمرك ما تسكر؟ عمري ما نسكر. شنو معناها عمرك ما تسكر؟ معناها عمري ما نسكر. اذا كان الصدف ومعناها ومواقع في المجتمع وكذا، نشرب كاس ما فيش مشكله. لا حر اما لا حر عمري حريتك الشخصيه ما سالتكش عليها. لا خليني نقولها لك. شو انا ما عندي لا طالب من الناس باش يصوتوا لي ولا النافق باش يقول لهم لا انا نصلي ونصلي معنا التراويح حتى بالتراويح هكذا. لا انا انسان مؤمن ومؤمن بعمق، لكن المؤمن بعمق هو اللي خدم مخه خدم مخه يقول هالدين هذا اللي هو فريمون دين ثوري.